اهلا وسهلا في الجميع، معكم فادي، واليوم بدنا نحكي عن كيف نستخدم اليوفي في احواضنا وكيف نركب جهاز اليوفي. استخدام اليوفي منتشر جدا للاغراض التجاريه في مزارع الاسماك وفي موزعين الجمله وفي كمان محلات الاسماك. جهاز اليوفي بيحتوي على لمبه خاصه بتطلع اشعه الالترا فايولت او الاشعه الفوق البنفسجيه اللي هي بالاختصار اليوفي. لما تمر المي في هذا الجهاز جميع الاحياء الدقيقه زي خلايا الطحالب والبكتيريا والفطريات بضربها اشعاع اليوفي فبتموت. اليوفي ما بيأثر على الدوره البيولوجيه ولا على البكتيريا النافعه الموجوده في الحوض، لانه هذه البكتيريا بتعيش على الاسطح وخصوصا في الرمل، واكثر شيء طبعا بتكون في الاحجار واللايف روك، وما بتكون تسبح بشكل حر في المياه، فعشان هيك ما بتوصل لجهاز اليوفي. كمان اليوفي ما بيأثر على البودز، لانه البودز بتمشي على الاسطح وما بتسبح في المي، فعشان هيك ما بتوصل لجهاز اليوفي. وما بصير استخدام اليوفي مع البيوبيلتس او اذا كنا احنا نعمل كربون دوسينج زي اضافه الخل على الحوض، لانه البكتيريا تاعت الكربون دوسينج والبيوبيلتس، هذه البكتيريا بتسبح عندي انا في المي، بتكون زي ما بنحكي فري سويمينج، هذه كلها رح يقتلها جهاز اليوفي. وفي احواضنا في عندنا سببين رئيسيين لاستخدام اليوفي، السبب الاول اللي هو لتصفيه وتنقيه المي، والسبب الثاني اللي هو مكافحة الأمراض والسيطرة على أمراض السمك والفطريات المختلفة للسمك. اليوفي بيصفي المي عن طريق أنه جميع البكتيريا والطحالب اللي بتكون بتسبح في المي، هذه كلها راح يقتلها جهاز اليوفي، وكمان جهاز اليوفي ممكن يخفف عندي طبقة الطحالب اللي بتنمو على الزجاج. كمان اليوفي ما حيقدر يقتل الطحالب زي الريل ألجي والسيانو اللي بتنمو على الصخر وعلى المرجان، لأنه هذه الطحالب مش فري سويمينج، فما حيقدر يقتلها اليوفي. بس ممكن اليوفي يساعد في حل مشكله الداينو، لانه في بعض الانواع من الداينو بالليل بتصير كلها فري سويمينج، فهذه اليوفي بيقدر يقتلها بسهوله. والاستخدام الثاني لليوفي اللي هو علاج الامراض ومنع الامراض للسمك. اليوفي ما بيعالج امراض السمك بشكل كامل 100%، بس اليوفي بيقلل من عدد الطفيليات اللي موجوده في المي، فعشان هيك بصير المرض حدته اقل وكمان يسهل علاجه. والسبب في هيك انه اليوفي بس بقتل الاشياء الحيه اللي بتسبح في المي. بعض الامراض زي الاك مش دائما هي فري سويمينج او بتسبح بحريه في المي، حسب دوره حياه الاك مرات بيكون هو فري سويمينج ومرات بيكون على جسم السمكه او مرات بيكون على الرمل. وزي ما بحكي دائما افضل طريقه لعلاج الاسماك والوقايه من امراض الاسماك اللي هو استخدام حوض العزل او حوض الكارانتين. بالنسبه لتصفيه وتنقيه المي، انا بشوف انه استخدام الكربون واستخدام الاوزون افضل من اليوفي في تنقيه المي. مش كل شيء بعكر المي عباره عن كائنات حيه، واليوفي بس بقتل الكائنات الحية الدقيقة، فعشان هيك إذا في أوساخ تانية هذه ما بشيلها اليوفي. عشان هيك أنا بشوف استخدام الكربون والأوزون أفضل من استخدام اليوفي في تنقية المياه. هلأ اليوفي طبعا مفيد كتير في علاج البكتيريا البلوم أو اللي هو الانفجار البكتيري اللي بيخلي المي يصير فيها عكورة بيضة، أو انفجار الطحالب الألج بلوم اللي بيخلي المي تصير لونها أخضر. وكمان في الاستخدامات التجارية أو الأحواض الكبيرة أو الأحواض اللي فيها كمية كبيرة من السمك، برضو كمان استخدام اليوفي مفيد للتحكم بأمراض السمك. وعشان نحصل على الفائدة الكاملة لليوفي لازم نختار اليوفي الحجم المناسب، بالحجم المناسب اللي هو أنا بقصد اللي هو كم وات هذا اليوفي، وكمان لازم نتحكم بقوة تيار المي اللي راح نضخها على اليوفي. طيب هلأ إيش الطريقة المناسبة لحتى أعرف أنا كم وات بحتاج أنا يوفي على الحوض تاعي، وكم قوة تيار المي اللي راح تفوت عندي على اليوفي؟ أول إشي لازم أحدده أنه اليوفي أنا راح أستخدمه لعلاج الأمراض أو لتنقية المي. لعلاج الأمراض لازم أستخدم وات عالي وتدفق مياه بطيء لحتى أعطي جهاز اليوفي القوة اللازمة والزمن اللازم لحتى يقتل الأمراض. أما لتنقية المي فأنا بحتاج إلى سرعة تدفق عالية. سرعة تدفق المياه بداخل جهاز اليوفي هي اللي بتحدد نسبة قتل الطفيليات اللي موجودة عندنا في المي. إذا كانت المي كتير سريعة هاي الطفيليات ما حيلحق اليوفي يقتلها، وإذا كان كتير بطيء راح تحمى عند المي بداخل اليوفي وراح تحمى اللمبة تحت اليوفي، وبالتالي عمر اللمبة راح يقل. واليوم أنا بحكي عن جهاز الأكواميديك هذا اللي موجود عندي، هذا 36 واط وهو بكفي حوضي، وفي هذا الجدول موجود فيه عدة موديلات وأحجام مختلفة بوطات مختلفة من الأكواميديك، وكل جهاز ايش حجم الحوض المناسب له وكميه تدفق المياه المطلوبه، والارقام الموجوده في هذا الجدول هي لعلاج الامراض. اذا بدنا نستخدم اليوفي لتنقيه وتصفيه المي لازم تكون سرعه تدفق المياه في اليوفي اسرع شوي. السرعه المناسبه انه يكون من 3 الى 5 اضعاف حجم حوضك في الساعه. يعني اذا كان انا عندي حوض حجمه 100 لتر،
بحتاج الى مضخه حجمها 300 الى 500 لتر في الساعه، والافضل ان يكون انا في عندي مضخه او ماتور منفصل لحتى يضخ المي من الحوض على اليو في. واحنا بنقدر نركب اليو في بشكل عمودي او شكل افقي. على جميع الحالات لازم يكون المخرج تاع اليو في اعلى من المدخل لحتى ما يصير انا يتجمع عندي في قطيع هواء بداخل اليو في. والطريقه المثاليه انه اسحب المي من الديسبلاي واضخها على داخل اليو في وبعدين ارجعها على الديسبلاي مره ثانيه. اذا كان هذا الموضوع صعب وما بدك تشوف انت المواسير طالعه ونازله من الحوض الرئيسي، ممكن تخلي انت المضخه تسحب من القسم الاول عندك في السم، تدخل على اليو في، وبعدين المي اللي بتطلع من اليو في توديها على الريتيرن سكشن او اللي هو القسم الاخير في السم اللي بيطلع المي فوق على الحوض. وهلا راح افرجيكم كيف راح اركب هذا اليو في ستيرلايزر من نوع اكوا ميديك اللي هو حجمه 36 واط على الحوض تاعي، وراح استخدم مضخه التنزه لحتى تودي المي على اليو في. ممكن نستخدم هذه التيوبات المرنه او حتى نستخدم مواسير البي في سي، اي شيء راح يشتغل معنا. وهلا بنشبك المواسير تاعتنا على الحوض وعلى المضخه، بنركب لمضه اليو في، وطبعا نكون شوي حذرين انه ما نكسرها. بنشبك بعدين المحول او البلاست، بنشغل المضخه لحتى تبلش تضخ مي عندنا على الحوض. وفي شيء كثير مهم، ما تدخل لمضه اليو في قبل ما تكون المي قاعده بتمشي بداخل جهاز اليو في حتى ما تنحرق عندك اللمضه. لما تصير المي تطلع عندنا من اليو في من الجهه الثانيه بتقدر انت تشغل هلا اللمضه. في شغلة كتير مهمة، انه لمبة اليو في لازم اغيرها كل سنة لحتى يشتغل عندي جهاز اليو في بكفاءة عالية. وفي النهاية جهاز اليو في لأحواضنا البحرية المنزلية لا يعتبر جهاز مهم جدا واساسي ولازم انا اركبه عندي. في كتير احواض ومنها حوضي ولا عمره اشتغل عليه اليو في، وهي الحوض اموره تمام وكل اشي تمام، مش بس انا لحالي، في كتير كمان ناس ما عندهم يو في وامورهم طيبة. فعشان هيك قرار انه تشغل انت يو في هو قرار شخصي يعود اليك، بدك تشغل اليو في او ما بدك تشغل اليو في. وبهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، اشكركم جدا على المتابعة، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم في الحلقات القادمة.